مجلس اعضا مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام شروع پئی ہوندی ہے جتھے جتھے تشریف رکھدے ہو جلدی جلدی امام بارگاہ تشریف گھناؤ مجلس شروع ہو رہی ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری بآواز بلند صلوات صلوات دا پڑھنا عظیم ثواب ہے مل کے صلوات پڑھو اہل بیت محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فاطمہ الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کالا سمیت فاطمت انہا کالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمت فقلت علیک السلام کالا انی اجد فی بدن ضعفا فقلت له ذق باللہ یا بتاؤ من الضعف فقال يا فاطمة اتني بالكساء اليماني فغطيني به فاتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت انظر اليه واذا وجهه يتلا لو كانه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت الا ساعه واذا بولدها الحسن عليه السلام صلوات قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا قره عيني وسمره فؤادي فقال يا أم إني شمعت كراهية طيبة كأنها راهية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نام إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله أتاذن لي أن أدخل معك تحت القصا قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت القصا سبحان اللہ فما كانت بولدی الحسین علیہ السلام صلوات قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا امه اني شمعت كراهية طيبة كانها راهية جدي رسول الله صلى الله عليه واله فقلت نام ان جدك واخاك تحت الكساء فادنا الحسين عليه السلام نحو الكساء
وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختاره الله وتعذن لي أن أدخل معكما تحت القصا فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت القصا فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام صلوات وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين عليه السلام صلوات فقال يا فاطمة إني شم عندك راحية طيبة كأنها راحية أخي وابن أمي رسول الله فقلت نامها وما ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت القساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت القصا قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت القصا فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خذا بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامت لحمهم لحمي ودمهم دمي يلمني ما يلمهم ويحضنني ما يحضنهم أنا حرب لمن هربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحباهم إنهم مني وأنا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي لما خلقت سماء مبنيات ولا أرض مدحية ولا كمر منير ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصا فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت القصا فقال عز وجل ما أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وابنها صلوات فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا
فقال الله نام قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله على علي العلى يقرأك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فلا تأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نام قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت القصى فقال لأبي إن الله قد هو إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا على تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جم من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فضنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة صلوات فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثنا بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جم من شيعتنا ومحبينا وفي محموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا من غير قدر واستجب دعوت من غير رد أعوذ بك من فضيات الفقر والدائن وادفعني هذين بحق الإمامين سبتين الحسن والحسين اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاة الحسين ببيادي ناراض نتيب اٹھی بھین کو ملو ابتداء مجلس ایک دا ایک وائن بی بی آدھی ہے ناراض وہ ناراض نتی وہ اٹھی بھائیڑ کو ملو
جتو جتو چان زہرا دا بی بی آدھے جے مردی نال او میا منا ہوندا کالاں دی پیو سورا دا میں نوکر باو میں نوکر میں نوکر بی بی آدھے ناراض وہ ناراض نتھی وہ اٹھی بھیڑ کو ملو اے جت جت میں نوکر بابا میں سیدہ دا نوکر بی بی آدھے ناراض وہ ناراض نتھی وہ اٹھی بھیڑ کو ملو اے جت جت جانا زہرا دا بی بی آدھے جے مرضی نال او میا منا ہوندا کالاں دی پیو سورا دا بی بی آدھے تیرے قاتلا توں وہ میں پوچھ کے آیا میں نوکر واں میں نوکر میں نوکر بی بی آدھے تیرے قاتلا توں وہ میں پوچھ کے آیا نہیں ملیا وقت زیادہ اٹھی دیکھتا سہی او میرا چن ویرن وا کیا رہ گئے آن دماغ